هل يجوز لمن كان يعيش في بريطانيا أن يأكل اللحوم كالدجاج واللحم من المطاعم نظرا لعدم القدرة على الطبخ في البيت يوميا لظروف الدراسة، مع العلم أنه يمكن الحصول على اللحم الحلال وطبخه يوميا في البيت؟ الحمد لله حليت المشكلة في آخر السؤال. ما دام يمكنك الحصول على اللحم الحلال طبخه في البيت فاعمل هذا واترك اللي في المطاعم، لأنه مشتبه أقل أحواله أنه من المشتبه. نعم.